بمدينة ليون الفرنسية، حيث تصدر مجلة شارلي إبدو، يسود امتعاض كبير لدى الفرنسيين بسبب نشر هذه الأسبوعية لكاريكاتير لرسول الإسلام. الفرنسيون يعتبرون الخطوة استفزازية وغير ذات معنى. الخطوة قد تؤدي إلى حدوث الأسوأ في وقت حرج، وأجد أن أسبوعية شارلي بعملها هذا قد تتسبب في حدوث أمور تمس بالنظام العام. حقيقة بيعت ملايين النسخ، لكنهم يلعبون هنا بالنار. فرنسا أعلنت تعبئة شاملة في تمثيلياتها الدبلوماسية في العالم مع استثناء المغرب، والصور هنا للإجراءات الأمنية المشددة حول سفارة فرنسا في لبنان. الحكومة الفرنسية اعتبرت الواقعة غير مسؤولة وخطيرة في ظل ظرفية محتقنة. الأمر يظهر أنه من الخطير جدا ومن غير المسؤول، ونحن نعلم الأجواء العامة أن نضيف الزيت على النار. نحن ندعو إلى التحلي بالمسؤولية، نحن نحترم ونحمي حرية الرأي، والمحاكم موجودة لتحديد التجاوزات التي قد تكون. نحن نرفض المغالطات المرتكبة وندعو إلى تحلي الجميع بالمسؤولية. والقضية أخذت منح القضاء حينما تقدمت جمعية إلى المدعي العام بباريس بدعوى ضد مجلة تشارلي إبدو بتهمة التحريض على الكراهية.